وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كان عندي سؤال، أنا دلوقتي موجود بالرياض ولو عايز أروح أعمل عمرة في مكة إن شاء الله، هل لازم أحرم قبل ما أركب الطيارة أو في الطريق، ولا لا ممكن أحرم في مكة هناك؟ أنت الطائرة من الرياض إلى جدة؟ أيوه. البس في مطار الرياض أو في بيتك، لكن لا تهل إلا قبيل جدة عند الميقات سيعلن. إذا فرضا أنا عملت عمرة قبل كده، رحت بالملابس العادية خالص ووصلت مكة الفندق، وبعدين رحت في الليل أحرمت من ميقات السنة. لا 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 يصلح. لا, لا 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 غلط غلط، لازم تهل من الميقات، لأن النبي بيّن المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. عليك دم كده الآن، عليك دم الآن، إذا تجاوزت الميقات عميدا بدون عذر عليك دم. طيب طب أنا كنت يعني المفروض أنا ما كنتش أعرف، هل معذور بالجهالة ولا لا؟ والله يعني نرجو الله ان تكون كذلك. الله ربنا يغفر لنا ولكم. ان شاء الله انا ناوي اعتمر عن قريب ان شاء الله، فلو انا اجلس في مكه مثلا 4 5 ايام، هل ينفع كل لا يا حبيبي ما تمشي صح؟ مثلا بعد العمره الاولى يعني ولا ايه؟ بعد العمره الاولى مثلا. لا بعد العمره هي احرم من البيت، هي عمر حبيت اعمل عمره مره ثانيه وثالثه وانا مقيم في مكه في الاربع ايام اللي انا موجود فيها. لم يرد هذا عن النبي عليه السلام. يعني ما عملهاش ولا تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وحفظك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.